ألف بمدينة عمران الملتقى الأخوي الموسع. وخلال اللقاء أكد الأستاذ علي العنسي عضو مجلس النواب على أهمية تكاتف جهود كل القوى لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني والتفاعل معه والعمل على عدم الانجرار وراء أي أعمال عنف تهدف إلى إفشال الحوار وإعادة البلاد إلى مربع العنف والفوضى. التجمع اليمني للإصلاح بمديرية جبل يزيد ندوة حول الواقع السياسي والأمل المنشود لليمن، وشارك في الندوة أكاديميون وشخصيات اجتماعية. أقامت منظمة شركاء اليمن